رأيته هو مبعث فخر واعتزاز لنا ككويت بإقامة هذا الجناح وبهذا التنظيم وبهذا الترتيب وبهذه الطريقة الفريدة من إبراز الأوجه الحضارية لبلدنا الكويت. وإذا بتكلم بجزئية مهمة أو نقطة عامة، نحن جميعا نعيش على كوكب واحد، مختلف الأعراق، مختلف الأجناس، مختلف الديانات، وبالتالي ما هو بديل الحروب والصراعات التي نجدها على هذا الكوكب؟ بديلها هو التلاقي، بديلها هو التبادل الحضاري، بديلها التعاون. والمعارض هي أحد الأوجه التي تجسد التبادل الثقافي والتعاون الإنساني على هذا الكوكب.